الناس تعالى بقى كده يا إيهاب، زي ما انت شايف كده قدامك اهو، حبات القلقاس بتقول يا تفاصيلها يا حركه. الثمره دي هتقضينا قد ايه؟ اكتر من 4 افراد. تعالى بقى يا حسن، ميه سخنه بتغلي يا جمالك. بص بقى شويه ميه سخنه بتغلي مع استاذه رحمه. مساء الفل، ازيك يا شيف حسن؟ كله بونو يا هاني، ازي صحتك؟ عامل ايه؟ منور الدنيا كلها والتلفزيون مشرفنا. يعني مش قادره اقول لك، بنعمل اكل يعني بيدعي لنا من تحت ايدك. ربنا يكرمك ويخليك لينا يا هانم. طب خير النهارده يا استاذتنا؟ انا طبخه ايه؟ طبخه بطاطس ولحمه. عاملاها ازاي قولي لي؟ تكتاتك وحركاتك قولي، الساده مشاهدينا يستفيدوا منك. محمرة بقطعها وبعديها بصل وبطاطس، وبحط لها كمان جزر وشرايح طماطم، وبديها معلقتين صلصة والشوربة ومعلقة السمنة وبدخلها. يا تركاتك يا حركاتك يا تفاصيلك، ايه الجمال ده؟ احنا وراك يا شيف حسن على طول. دايما دايما دايما، واحنا تحت امركم جميع. بس انا محتاجة اي وصفة؟ بقى البيكاتا. كبسة؟ البيكاتا. البيكاتا، حاضر، من عندي قبل العندي. هعملها لك. اهلا اهلا بحضرتك يا هاني، تابعينا على برنامج اهلا بالستات على ام بي سي مصر، كل الوصفات اللي تحلموا بيها هتلاقوها عندنا. بص كده يا اتش، ادي القلقاس بتاعي، ادي القلقاس بتاعي، تمام. اغطي عليه وبالشوكه اعمل عليه تيست، ادخل الشوكه فيه، دخلت بسهوله يبقى خلاص اطفي النار. تعالى بقى التركه المهمه بقى، نعمل ايه؟ معجون السلق بتاعي، معلقه سمنه ومعلقه زيت. بص كده، معلقه توم يا حسني مهروس، كزبره خضراء، بقدونس، حاضر، وايه حسن، وسلق. بص السلق اغسله كويس قوي كده اهو، كل ده يدبل مع بعض. هحط ايه يا حسني؟ شويه ملح، خد بالك من التركه، شويه فلفل، شويه ايه؟ زنجبيل، وشويه جوزة الطيب. تعالى ادخل كل ده مع بعض. هجيب ايه بقى يا حسني؟ اهو بص في التركه دي، شويه شرب ميه من ميه السلق، بص اهو بتاع القلقاس. يا استاذه هند، ازي حضرتك يا شيف حسن؟ يا صباح الفل يا استاذه هند، يا اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله، حضرتك عامل ايه؟ كله بونو، منور الدنيا كلها يا رب. ده نور حضرتك يا استاذه نوره، ربنا يخليك. ايه الجمال اللي حضرتك فيه ده؟ ربنا يخليك. انت من انهي نوع؟ يعني من ستات في المطبخ. انا بعشق المطبخ جدا. وليه من انهي نوع؟ ايه؟ أنا بحب حضرتك جدا. ده شرف ليا، قلتلك فوق دماغي من فوق. ربنا يبارك لك، حاجتك كلها جميلة ومطبخك جميل وأكلاتك كلها جميلة جدا. قولي لي أنت من أي نوع؟ الستات اللي هي الهيرو في المطبخ ما بيهمهاش الحلل والحرارة، ولا اللي بتخاف على ضوافرها، ولا اللي الولاد بيخشوا المطبخ بيلقموها؟ لا ما بخافش على ضوافري ولا أي حاجة، أنا بحب المطبخ جدا وورا حضرتك في أي حاجة. طب خير النهارده حضرتك، ربنا يخليك. حضرتك عامل ايه؟ كله بونو زي الفل، ربنا دايما يا رب كده تكون معانا وحسك في الدنيا زي الفل. حابه تساليني عن اي وصفه؟ لا انا بتابع حضرتك كده كده على طول، يعني تابعينا على طول واحنا تحت امر حضرتك يا هاني. ربنا يخليك. شكرا يا استاذه هند، شكرا يا هاني. بص يا حسني، السلق ده اهم حاجه، بص كده تمام. اخد له سنه تاني من ميه السلق واغطي على ميه السلق عشان يخلص معاك. التركه بقى هنا، عندي زي ما انت شايف يا حسني اللحمه حمراء، اديتها تشك عشان العصاره الداخليه بتاعتها، ادناها زي ما هي صدمه، اديتها صدمه
زي ما انت شايف كده قدامك اهو التفاصيل، وفي نفس الوقت نشوف اتصالات ساده مشاهدينا انهي نوع من الستات انتوا، اتصلوا بينا وقولوا لنا انت من انهي نوع. مين؟ بصي بقى بصلايا، بصي يا حسني بصلايا، ورق لورو، فلفل حصى اسمر، حبهان، يا تريكاتك يا حركاتك مستكة، تمام؟ وايه؟ طماطمية مبشورة، وحورهم كده يا حسن، واقفل عليهم عشان يكرملوا. ارجع هنا اهو يا حسن لايه؟ للمعجون بتاع السلق ده. عندنا تهنئة من المهندس محمود فاروق بمناسبة ايه؟ عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب يا باشمهندس محمود، وبعود الأيام إن شاء الله وعقبال 100 سنة. وعندنا تهنئة تانية المهندس محمود عبد الغني وعروسته، بالز ألف 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 مبروك الزواج السعيد، وربنا يخلي أيامكم كلها سعيدة يا رب. والإدارة الهندسية كلها بتقول لحضرتك كل سنة وانت طيب يا دكتور. تعالى بقى نعمله معجون. بص كده، عندي الكبة بتاعتي، الخلاط بتاعي، بس يكون بيستعمل لحاجات سخنة، خدي بالك يا بأكد عليك يا تفاصيلك. نعم، ولحمتي هنا اهي، ادي اللحمة بتاعتي وادي المعجون. لحمتي كده زي ما انت شايف، والقلقاس اعمل له اختبار يا حسني، طبق صغير اعمل القلقاس اختبار ازاي يا حسن؟ سوا بص احط فيه الشوكه كده، عدت عدت يبقى جاهز كده، عدت يبقى جاهز، تمام. استوى القلقاس، اطفي عليه النار. تعالى بقى النقطه المهمه، اللحمة عندي اتكرملت. تعالى كده يا حسني، بص كده يا حسني، المية عندي اللحمة اتكرملت اهي، بص مية سخنة بتغلي، تمام. ادي معجون السلق، فاصل وانتظرونا بعد الفاصل، انتظرونا.